اعتقد اوضتي كنت اتمنى انكم تكونوا بخير. معلش بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات عشان كان في شويه ظروف كده ما كنتش عارف انزل فيديوهات خالص، بس ان شاء الله الفتره الجايه هنزل فيديو كل يوم. المهم بقى النهارده هنتكلم عن عربيه من شركه تويوتا، هي من اقوى العربيات اللي شركه تويوتا صنعتها. هي عربيه مميزه جدا في السوق ولحد دلوقتي ناس كتير بيتمنوا يبقى معاهم الموديل القديم بتاعها، حتى لان العربيه كبرفورمانس عالي جدا. خليكم معايا ونشوف العربيه. النهارده هنتكلم عن تويوتا سوبرا. طبعا كلنا عارفين تويوتا سوبرا وعارفين قد ايه البرفورمانس بتاعها عالي جدا وقد ايه عربيه نجحت في السوق ومطلوبه لحد دلوقتي حتى الموديلات القديمه بتاعتها. بالنسبه لتويوتا سوبرا بدات اول سنه ليها كان عام 1988، ما اتشهرتش قوي لحد ما نزلوا الموديل اللي بعده كان عام 1994، كان الشكل ده. الشكل ده اللي اتشهرت جدا بيه تويوتا سوبرا وحققت نجاحات كبيره جدا جدا لشركه تويوتا، واتشهرت اكتر لما طلعت فيلم فاست اند فيريوس، بقت الناس كلهم نفسهم يبقوا معاهم العربيه ديت كبرفورمانس عالي زي ده. كانت نازله بموتور 3000 سي سي بيخرج 220 هورس باور 6 سلندر، عربيه عام 1994 بالبرفورمانس دوت كانت حاجه جامده جدا ومميزه جدا من شركه تويوتا ان هي تصنع عربيه زي دي، وخصوصا ان كان المنافسين في السوق ما كانوش كتير، فعربيه كانت مميزه جدا ومطلوبه جدا. فعشان كده لحد دلوقتي حتى العربيه ديت لما تشوفها في الشارع، لا هي عربيه مقارنه بالعربيات اللي موجوده حتى دلوقتي هي برفورمانس عالي مش قليل يعني. بالنسبه بقى للشكل الجديد قبل ما نتكلم عليه، تعالوا نشوف الفيديو ده. باختلاف حاجات بسيطه جدا بس عادي، حاجه مش غريبه، هي شركه تويوتا وشركه لكسس هي شركه واحده، فبعض الموديلات ممكن تكون متشابهه. بس بقى الغريبه في الموضوع ان شركه بي ام دبليو تساهم في تصنيع الهيكل بتاع تويوتا سوبرا الجديده بنفس الهيكل بتاع الزد فور الجديده. ده غريب في الموضوع ان شركه تويوتا تخلي شركه بي ام دبليو تساهم في تصنيع عربيه، ايه ما عندهمش مصممين كفايه يصمموا لها عربيه تصميم مختلف ومميز عن اي عربيه ثانيه. بالنسبه للبرفورمانس بتاع تويوتا سوبرا الجديده نازله بموتور 3000 سي سي تيربو تشارج بتطلع 335 هورس باور، بتوصل من 0 ل 100 في 4 ثواني، برفورمانس حلو مش وحش، حلو جدا. بالنسبه لبي بي ام دبليو الزد 4 الجديده اللي هي هتبقى منافسه معاها في السوق، نازله بموتور 3000 توين تيربو تشارج بتخرج 382 هورس باور، بتوصل من 0 ل 100 في 3.8 ثواني، برفورمانس اعلى طبعا من تويوتا سوبرا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ويكون ضاف لكم معلومه جديده عن تويوتا سوبرا ما كنتوش عارفينها. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، فعل الجرس اهم حاجه عشان يوصلك اي فيديو جديد برفعه. واشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.